جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الطريقة المثلى للسير في ذلكم المشروع، جزاكم الله خيرا. طريقة المثلى هي التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى كل مسلم أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف بحسب استطاعته، إن كان يقدر بتغيير المنكر باليد وأن يكون له سلطة فإنه يغير المنكر بيده كولاة الأمور، ومن نصبهم ولاة الأمور لهذا الغرض هؤلاء لهم اليد والسلطة التي يزيلون بها المنكر. فإن كان ليس له سلطة ولا يد فإنه يبين، ينكر باللسان، يبين وينصح ويعظ، وكذلك يبلغ ولاة الأمور عن هذا الشيء حتى يقوموا بالواجب. فإذا لم يستطع البيان بلسانه فإنه ينكره بقلبه ويبغضه ويبغض أهله ويعتزلهم ويبتعد عنهم، إلا على طريق المناصحة والتذكير بالله عز وجل لعلهم يرجعون.